أكدت وزارة الصحة أنها لم تسجل أي حالات إصابة بشلل الأطفال في مملكة البحرين بعد عام 1993 ميلادية، كما لم تسجل حالات لفيروس شلل الأطفال البري المشتق من اللقاحات. يأتي ذلك لارتفاع معدلات التغطية بثلاث جرعات روتينية لشلل الأطفال، حيث تجاوزت 95% منذ أكثر من عقد، وبوجود نظام حساس للكشف المبكر عن حالات الشلل. وفي إطار فعاليات اليوم العالمي لشلل الأطفال، أكدت وزارة الصحة بأنها تعنى بتطبيق التوصيات العالمية لاستراتيجية الشوط الأخير لاستئصال شلل الأطفال، مشيرة إلى أن إنجازات المملكة كانت جلية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. فقد اتبعت الوزارة أحدث الخطط والبرامج وتقديم أنجع الخدمات الوقائية الرامية إلى القضاء على مختلف الأمراض المعدية، والذي يجيء في مقدمتها داء شلل الأطفال. فبرنامج الترصد الوبائي الذي يهدف إلى اكتشاف أي حالة قد يشتبه بإصابتها بشلل الأطفال عبر عمل الفحوصات المخبرية اللازمة يعد أحد الحلول الصحية التي نجحت وزارة الصحة باتباعها، وقد أثمرت تلك الجهود المستمرة بارتفاع نسبة تغطية تطعيم الأطفال ضد داء الشلل إلى 95% من العام 97 حتى يومنا هذا.